الأفاضل للنقاش أكثر حول هذه الزيارة وقراءاتها السياسية. أستعد باستضافة كل من السيد الدكتور إسماعيل خلف الله، محلل سياسي من العاصمة الفرنسية باريس، كما يحضر معنا الدكتور جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية من لندن. مساء الخير سيداي، أهلا بكما. البداية معك أستاذ إسماعيل خلف الله، ما هي قراءتكم السياسية لهذه الزيارة خاصة والتي صرح فيها أطرافين على حتمية السير نحو انتخابات رئاسية تنهي الأزمة الليبية؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي السادة المشاهدين الكرام. بكل تأكيد هي حقيقة هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم وفي وقت حساس جدا، خاصة إذا تكلمنا على أن بين قوسين فشل الحوار، حوار جنيف الأخير الذي ربما أربك المشهد الليبي، والتخوف العام لربما أن كل هذه المراحل التي تم بناءها سواء في المؤتمر برلين واحد واثنين واللقاءات التي تمت في تونس وفي جنيف، ربما هذا اللقاء الأخير كان سينسف كل هذه المراحل. في اعتقادي أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا وتمحيصا وتتويجا لأن الحل لن يكون خارج المعادلة، معادلة الحوار، معادلة التلاقي بين الفرقاء الليبيين وبين تأكيد المقترح الجزائري الذي كانت تطرحه دائما وهو وتؤكد عليه مرارا، وهو الحل السياسي، الحل السياسي المبني على حوار صريح وحوار بين يجمع كل الفرقاء ولا يقصي أي جهة، وهذا ما كانت تسعى إليه الجزائر منذ البداية. وبالتالي فهذه الزيارة في اعتقادي أنها تركز على هذه النقطة وتؤكد مرة أخرى، لأن موعد انتخابات 24 ديسمبر ما بقاش مدة، راهي رانا على الأبواب، وبالتالي فهذه تأتي للتحضير للعمل اللوجستي والسياسي والأمني. بكل هذا بطبيعة الحال الجزائر لها دور في هذا بحكم الجوار والعلاقات الأخوية من الدرجة الأولى، ثم بأن الجزائر اهتمامها وبعدها الأمني والاستراتيجي مبني على الاستقرار السياسي في ليبيا، وبالتالي فأعتقد أن هذه الزيارة جاءت في وقتها وهي تخدم هذا المسعى الذي نتطلع إليه جميعا حتى تذهب ليبيا لبناء مؤسساتها الشرعية على حوار بناء وحتى لا تترك أي تدخل خارجي أجنبي من أي طرف كان. فالواضح أن أطراف دولية ما زالت واضح جدا. سنتحدث عن هذا أستاذ إسماعيل خلف الله. تحول إلى الدكتور جلال الورغي من لندن. أستاذ جلال، اليوم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أكد بصريح العبارة أن الجزائر رهن إشارة ليبيا، وذلك تمهيدا للتحضير الرسمي والجدي لانتخابات رئاسية ستحدد هوية رئيس ليبيا ومؤسسات دستورية ستحكم وتسير دولة ليبيا مستقبلا. في رأيكم تصريحات رئيس الجمهورية الجزائري تأتي مجددا لتؤكد المسعى للحل السلمي للملف الليبي والذي سينعكس أكيد على الوضع الأمني في المنطقة؟ نعم، تحية لك والمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم الأستاذ إسماعيل. الحقيقة أنه الموقف الجزائري والخطوة الجزائرية باستقبال السيد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خطوة مهمة وأساسية، خاصة في ظل التعثر الذي يشهده المسار الحوار الليبي والتوافق حول القاعدة الدستورية. ولعلنا اليوم فقط سمعنا أن رئيس مجلس نواب تبرق علي عقيلة صالح يتحدث على أننا إذا لم تجري الانتخابات في موعدها سنعود إلى المربع الأول، ويشير بذلك إلى الانقسام، حكومتين، حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وأيضا اقتتال. لسان حاله يقول أن العودة للاقتتال أيضا واردة، وبالتالي أن تستقبل الجزائر
السيد المنفي في هذا الوقت، فهو أمر مهم جدا، وتقديري أن الجزائر قد يتوقع منها أكثر من ذلك، أن تستضيف الحوار الوطني الليبي وتجمع الفرقاء من أجل الدفع بتأمين إجراء الانتخابات والتوافق على قاعدة دستورية، لأنه هنالك الحقيقة، دعني أكون واقعي وأقول أنه بالمؤشرات الحالية وبالوقائع الحالية لن تحصل انتخابات في ديسمبر 2021، لأن هنالك انقسام حقيقي للأسف الشديد بسبب كما أشار الأستاذ إسماعيل بعض الأطراف الخارجية لا تزال تريد أن تلعب في المشهد الليبي وتعبث به وتحاول أن تضغط من أجل ترجيح كفة جهة على حساب جهة، ولذلك الطرف الجزائري وحده القادر مثل ما أشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ليست له أقماع ولا مصالح في ليبيا إلا مصلحة الليبيين والأمن القومي للمنطقة، وبالتالي وحدها الجزائر في تقديري بثقلها ودورها التاريخي ويعني أيضا رمزيتها تستطيع أن تلعب دور متقدم، وإذا أرادت أن تنقذ انتخابات ديسمبر 2021 تقديري أن المتوقع والمنتظر منها أكبر من استقبال السيد المنفي وإن كان أمر مهم في حد ذاته. دكتور جلال، ربما تحدثتم عن الانقسام داخل الأشقاء الليبيين، واليوم لإنجاح هذه الانتخابات التي تعتبر اللبنة الأساسية للمرور إلى مستقبل جديد لليبيا، ما يجب فعله اليوم من قبل الأشقاء الليبيين من أجل إنجاح هذا الموعد الرئاسي المهم وإحباط كل المحاولات التي تعمل على تعطيل هذه الانتخابات الرئاسية واستمرار الوضع البائس الذي تعيشه ليبيا؟ أولا هنالك الحقيقة غياب الثقة، لم تبنى الثقة الكافية بين الأطراف الليبية بحيث تذهب إلى الانتخابات وتقبل بنتائجها، وفي ظل غياب الثقة وغياب الثقة يعود بالدرجة الأولى في تقديري إلى استمرار التدخلات الأجنبية الخارجية، وهي التي تقوض أي ثقة يمكن أن تبنى بين الأطراف. في غياب الثقة وفي غياب أيضا التوافق على القاعدة الدستورية أي المرجعية الدستورية التي على أساسها تجرى الانتخابات، في ظل هذين العاملين تقديري أنه يصعب جدا أن نذهب إلى انتخابات وأن نلتزم بموعد 24 ديسمبر لإجراء القادم لإجراء الانتخابات، ولذلك يعني قد لا تكون هنالك دولة أفضل من الجزائر من أجل أن تلعب هذا الدور لإنقاذ الانتخابات ولإنقاذ المسار السياسي في الحقيقة، لأنه المخاوف من العودة إلى الانقسام والعودة إلى تعدد الشرعيات والعودة إلى الاقتتال للأسف الشديد ما تزال غول يطل برأسه على ليبيا، وإن حصل فهو الحقيقة سينعكس ضررا وسلبا بالدرجة الأولى على ليبيا وتونس، تونس التي تعيش اليوم أصلا وضع هش وصعب وضبابي، فإن يعطف على المشهد الليبي يصبح الوضع تصبح الجزائر ليست في وضع مريح، ولذلك في تقديري يعني يتوقع من الجزائر، والحقيقة شخصيا استبشرت بزيارة وزير الخارجية الجزائرية البارحة إلى تونس من أجل أن يعني يطمئن أن الوضع لن يرتبك وأن الاستقرار في تونس ليس فقط مطلوب تونسيا وإنما مطلوب جزائريا أيضا وإقليميا. واضح جدا أستاذ جلال الورغي. إسماعيل خلف الله، نتوقف عند فاصل إعلاني مشاهدينا ولنا عودة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نواصل ملف النقاش مع ضيفي إسماعيل خلف الله وجلال الورقي. أعود إليك أستاذ إسماعيل خلف الله، ربما المتابع للمشهد السياسي على محور الجزائر طرابلس كان فيه العديد من الزيارات الرسمية بين البلدين مؤخرا، وهو ما يعكس ربما التقارب السياسي بين البلدين، فربما كقراءة سياسية ما انعكس هذا التقارب السياسي على الوضع الأمني في المنطقة؟
أنا في الحقيقة أضم صوتي لزميلي من لندن الأستاذ جلال، على أساس أن اليوم دور الجزائر يجب أن يكون يعني دور كبير، ويجب أن يعني المهمة موكلة للجزائر أمام هذا المشهد الضبابي الذي تشهده تونس، وأمام هذا التعثر، تعثر الحوار الليبي الليبي الذي نشهده ما زال لحد الآن. ربما هذا التخوفات من ربما الموعد الانتخابي لن يكون في موعده كما أشار زميلي، وربما التوافق، هذا التوافق الذي ننشده والذي تعمل عليه هذه الجهات الليبية والجهات الخارجية التي ربما تسعى إلى هذا الهدف. فهذا سيكون يعني في اعتقادي أن الدور الجزائري يجب أن يكون في المستوى، وأن تزيد من هذه الزيارات. حقيقة هذه الزيارة جاءت في وقتها، ربما يعني فتح ورشات للحوار داخل الجزائر بين الأشقاء الليبيين، ولا ننتظر حتى يعني هذا لا يعتبر تدخل، بل بالعكس هذا هو لب حل الأزمة والأزمة الليبية. ما يعني إذا لم يتم الذهاب إلى توافق على القاعدة الدستورية التي من خلالها تتم بناء الشرعية والذهاب إلى هذه الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، فربما هذا الذي سيوقف هذا الهاجس الذي لا قدر الله سوف يحدث، وتحدث ما لا نتمناه وما لا نرجوه. فالطرف الجزائري مطالب في هذه الأيام بتكثيف هذه اللقاءات وبتكثيف الجهود، لأن القضية رقم واحد من الجانب الأمني. نحن نعلم بأن محيطنا، محيط الجزائر، يشهد غليان وبراكين. الجهة الجنوبية جهة الساحل مشتعلة، الجهة الغربية مع التطبيع الجديد، هذا التطبيع الذي كان مخفيا وأصبح الآن ظاهريا، فهذا أيضا يعني تحدي أمني آخر. ثم الحدود، حدودنا مع الشقيقة ليبيا، وهذه المعابر، وربما هذه المعابر التي إن لم يكن هناك استتباب أمني واستقرار سياسي في ليبيا، فستكون هذه المعابر معابر للجريمة، ومعابر للجماعات الإرهابية، ومعابر للأمن. وبالتالي فالدور الجزائري في اعتقادي، الجزائر اليوم مطالب بالوقوف أمام هذا الحوار، وعليها أن تعمل جاهدة على إنجاح هذا الحوار، وأن الهدف أو أن المصلحة رقم واحد، لا توجد أي دولة، لا توجد أي دولة، نقولها بكل صراحة، الملف الليبي المعني رقم واحد هي الجزائر، المعني رقم واحد هي الجزائر. نعم. الجزائر لما تملكه من حدود طويلة مع الشقيقة ليبيا 1000 كيلومتر، بالدرجة الأولى، بالدرجة الثانية لهذا يعني الجوار الأخوي، و يعني هذا واضح الرباط الذي نعم. يربط بين الشعبين. فليس هناك دولة أخرى لها الأولوية أن تكون لها يد في أن تعين وأن تعطي استشاراتها ومشورتها ومعونتها نجاح هذا الحوار. واضح جدا، واضح. نعم، واضح جدا في هذا الشق. نعم أستاذ إسماعيل خلف الله، واضح جدا في هذا الشق. أعود إلى أستاذ جلال الورغي. أستاذ جلال، ربما قبل الفاصل تحدثتم عن الوضع أيضا الحساس الذي تعيشه تونس، إضافة إلى ما تعيشه ليبيا. اليوم الجزائر أمام دور ربما لم الشمل في المنطقة المغاربية، ولعب دور حماية دول الجوار، والذي ينعكس بشكل مباشر على أمنها واستقرارها. في رأيكم، ما هي القراءات المحتملة للمشهد المغربي في ظل هذا التوتر الذي تعيشه دول الجوار؟ الحقيقة أنه يعني فعلا هنالك تركيز، أصلا هنالك اهتمام بهذه المنطقة، خاصة وهي المحاذية
نعم، ربما في خلل تقني. أعود إليك أستاذ إسماعيل خلف الله. أيضا شاهدنا أنه رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد المنفي يونس محمد المنفي قال أنه يجب تكثيف التعاون الأمني خاصة بمناطق الجنوب بعد توحيد الجيش الليبي. في رأيكم أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نواصل ملف نقاشنا الأول متعلق بليبيا، وتحول إلى ضيفي جمال الورغي مدير المركز المغربي للبحوث والتنمية من لندن. أستاذ جمال، ربما باختصار، ما هي قراءتكم للمشهد السياسي والأمني في المنطقة المغربية بعد هذا ربما هذا الحراك الذي تعيشه تونس إضافة إلى ما تعيشه ليبيا؟ نعم، الحقيقة هو يعني في ظل الأوضاع الآن التي باتت تسود ليبيا وتونس، هنالك حالة من الغموض تحتاج إلى متابعة ومراقبة من الجزائر باعتبارها معنية بشكل مباشر باعتبار الحدود التي تربطها بالبلدين. والحقيقة أنه المنطقة كلها تمر بحالة تحول كبيرة، وهنالك تركيز دولي وإقليمي عليها يجعلها تحت ضغط كبير ومحاولات اختراق ومحاولات ارباك. احيانا الادوار التي تسلط على هذه المنطقه ليست كلها ادوار ايجابيه من اجل استقرار المنطقه ومصالحها، بالعكس تماما، هنالك محاولات للارباك وهنالك تنافس عليها. اخيرا صدرت تقارير دوليه تتحدث على ان منطقه الصحراء ستكون واحدة من مناطق قليلة تحدد الاستراتيجيات الدولية ومن المناطق التي ستكون محل الاهتمام الدولي، فبالأحرى أن تكون على رأس أجندة الجزائر. نعم. باعتبارها منطقة تعني الجزائر بشكل مباشر وتعني المنطقة المغاربية بشكل مباشر، ولذلك الحقيقة أنه المنطقة المغاربية معطوفة على منطقة الصحراء والساحل تعتبر منطقة فيها تحولات كبيرة، فيها هشاشة أمنية وفيها هشاشة سياسية أيضا واجتماعية، وحركة نزوح بسبب المعارك في ليبيا وفي مالي وأحيانا في النيجر أيضا، وبالتالي ولكن أيضا منطقة مستهدفة من قوى إقليمية تحاول أن تصل إلى بعض المواد الموجودة هناك على غرار اليورانيوم في النيجر والذهب في مالي، وأيضا طبعا الصراع على ليبيا على أشد، وبالتالي الحقيقة هذه منطقة تحتاج متابعة كبيرة من الجزائر باعتبارها الدولة المركزية في هذه المنطقة وتعتبر هي صمام الأمان. واضح جدا. نعم، وفي تقديري أن الجزائر قادرة على ضبط إيقاع التدخلات الخارجية في المنطقة ومحاولة دحرها والتحكم فيها وبالتالي تأمين استقرار هذه المنطقة. واضح جدا أستاذ جلال الورغي مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أتحول إليك أستاذ إسماعيل خلف الله. أيضا ربما اليوم الجزائر أعلنتها وبشكل صريح أنها مع ليبيا وستكون رهن إشارة الإخوة الليبيين في أي ظرف. في رأيكم هذه القراءة هل تعتبر تطمينا للمشهد الليبي الذي يتحضر لانتخابات رئاسية شهر ديسمبر المقبل؟ باختصار أستاذ إسماعيل. في اعتقادي أن هذه رسالة موجهة، أولا رسالة طمأنة للإخوة الليبيين وبالدرجة الأولى، ثم بالدرجة الثانية هي رسالة للمتدخلين في الملف الليبي، هذه الأطراف الخارجية التي ما زالت تعبث بالملف الليبي. فالجزائر في الحقيقة، ونقولها بكل ألم، أن الجزائر سمحت في الملف الليبي في السابق، وخاصة عندما كنا نرى تلك اللقاءات والحوارات التي كانت تجمع بالأطراف الليبية، ثم فجأة نلاحظ بأن بسرعة هكذا يتم أخذ ملف الليبي إلى صخيرات. هذه الأخطاء يجب أن تصحح، فالملف الليبي من أولويات الأمن الاستراتيجي الجزائري، وبالتالي فأعتقد أن هذا الرسالة التي وجهها الرئيس عبد المجيد تبون للإخوة الأشقاء الليبيين هي رسالة طمأنة، وعلى أنهم
أنهم يبنوا هذه البناء المرحلة هذه بمساعدة جزائرية بكل ارتياح بالدرجة الأولى. ثانيا الرسالة توجه إلى هؤلاء الذين استثمروا سياسيا وعسكريا وجعلوا منطقة ليبيا منطقة تصفية حسابات دولية، فهذه رسالة أخرى لأن نعم. الجزائر اليوم حان وقت أن تكون لها يد في أن تجمع اللحمة الليبية وأن لا تترك هذا النزاع يطول أمامه، وعلى أن المصلحة قلت من مصلحة الجزائر أن تكون، وهي الرسالة واضحة واضح جدا، ليست هناك أطماع للجزائر لا استثمار في مجال المحروقات ولا في شيء آخر، استثمارها الحقيقي أن تجمع ليبيا شتاتها وأن تبني مؤسساتها الشرعية واضح وأن جدا. يعيش الشعب الليبي الشقيق في أمن واستقرار. واضح جدا دكتور إسماعيل خلف الله محلل سياسي كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا لكما ضيفايا الكريمين.